مسألة الصوت، مسألة أنه يجمع كثير من الفنانين، تقول ضاع من عندنا الحوار، مو بس يعني هدي الكامل، كثير من الفنانين، كثير من الإعلاميين، كثير من مهندسي الصوت تحدثوا عن هذا الموضوع. آسف المقاطعة، هو دخلنا معمعة كبيرة وهي الآن ما هو الصح وما هو الخطأ في هذا المسلسل؟ طيب ما تقدرين تقولين، لأن شو تقولين راح يقول لي شان تقصدها هذه، وفعلا هو أكو قصدية كبيرة بالموضوع. يعني الجنب متقصدها؟ مو بس هي طبعا طبعا الجنب متقصدها ومتقصد أن يقطع. ما المانع؟ شنو الضرورة لتقطع هذه الأمرأة اللي تخابر؟ قطع منها قطع منها قطع منها قطع قطع قطع. ليش؟ شنو الضرورة الدرامية اللي خلت يقطعها برونقات؟ شنو الضرورة تقطعها بجنبات؟ أنا أقول لك هو طرح قضية بداية المسلسل. نعم. طرح قضية بأن هاشم بقت روح. فممكن تبرر، أنا بررتها في أحد المقالات، قلت ممكن تبرر هذه روح هاشم، الروحانيات ما تشوف مثل ما نشوف إحنا. صحيح. لها اختراقات. طبعًا. فممكن روح هاشم بدأت تشوفها من كل مكان، لكن المفروض أكو إشارة داخل العمل بأن روح هاشم هي اللي تشوف كذا. أكو إشارة، وإلا أنا أفسر بكيفي، أنا فسرتها بكيفي وهذا مو صحيحة. كجانب نقدي يجي واحد يقول لي أنت خطأان، مو بكيفك تفسر النقد، هو أنا أكو شيء يشير إلى شيء، مو بكيفك تفسر أنت بأن هذه الروح. هو لو مخلي لها فد إشارات معينة. هو شوف يا ست، إحنا العراقيين قليل ما نحصل على فرص. نعم. فبالتالي من واحد من عندنا يحصل على فرصة يريد كل اللي بداخله يريد يبثه. نعم. في هذه الفرصة. فيقول لك هاي فرصة إجت، أنا الآن عندي كثير من الأشياء. هو يريد يحطم فيهم، بس هو مو بكيفه، مو بكيف أكو مقاييس. يعني أنا أقول لك هسه رأيي الأخير، قصدك يحطم قيم قيم فنية. فنية. قيم. نعم. فنية. قيم فنية لا مو قيم من لا إيه حتى لا لا قيم فنية لا حتى لا يفهم الجمهور. أنا أقول لك الآن وجهة نظر أساتذة كلية فنون جميلة. نعم. كتبت أني كتبت مع التجربة وانطيت بعض الملاحظات. نعم. وأني هسه هم أقول مع التجربة وأقول مصطفى يمتلك رائع، مصطفى يمتلك قدرات فنية ممتازة. صحيح. في الكتابة والآن في الإخراج. نعم. وفي قيادة الممثل طبعا، يعني حتى ما نبخس حقه. لا طبعا، العمل هذا العمل كسب جماهيرية كبيرة. لكن أكو ثلاث آراء ست هسة، أكو الرأي النقدي الأكاديمي، وكل الرأي النقدي المتعاطف مع أهل الناصرية كبيئة وهو أصلا من الناصرية. نعم. وأكو أهل العمل اللي هم يروجون للعمل. وهذا الرجل يعني من حيث لا ندري اشتغل إعلام بطريقة متفوقة جدا، واختار وقت العرض بطريقة جدا رائعة. هذا ذكية. العمل لو معروض في رمضان ما حصل على هذه الضجة. طريقة ذكية. نعم.